المحاضرة اللي فاتت يا شباب خدنا ازاي ان احنا نعمل ريموف لفايل او نشيل فايل مثلا او وات ايفر، نريموف او نكريت او نعمل اي حاجة. بس احنا هنا بنتكلم عن انا مثلا عايز اشيل فايل بيبتدي من حروف كذا لحروف كذا. اتفقنا ان على حسب الشيل اللي انا شغال عليها بتطلع النتيجة، صح كده؟ اذا كانت باش ولا سي اس اتش او كذا. طيب بغض النظر، تعال نشوف هنا الشيل اللي انا هشتغل عليها ايه. تعال نشوف معايا الشيل اللي انا هشتغل عليها ايه. اقول له سيستم، هقول له ايه ترنل، طبعا ممكن اقول له ايكو شيل على طول هيقول لي انا انت فين، او ان انا مجرد ما ادوس تابين هنا لو تجاب لي البوسيبيليتيز اللي حضرتك شايفها دي معناه ان ده ايه، ده باش يا حاج على طول كده، مفيش فيها ايه، مفيش فيها كلام. عايز تقول له ايكو سوري اس دولار ساين شيل اللي رايح حضرتك، ماشي؟ قال لي ايه، قال لي انت شغال بالباش. عشان نتكلم مع بعض احنا يعني نبقى الدنيا مظبوطه، الباش هو اكثر استخداما، الاكثر استخداما، فخلينا في الباش، خلينا في الباش، في الباش بلاش نتطرق لحاجه تانيه. يمكن المحاضره اللي فاتت جزء كبير منها كنا مسجلينه بالسي اس اتش، ولكن خلينا شغالين بالباش عشان ايه النتائج تبقى واحده مع كل الناس. طيب انا دلوقتي فين؟ انا موجود جوه الهوم دايركتوري بتاع صقر. انا عايز اخش في الديسكتوب بتاع صقر، فاقول له ال اس، ال اس اللي هو الامر اللي بيقول ايه ليست دايركتوريز او داير في الويندوز. فبيقول لي هنا في عندك فولدر اسمه فايل، وفي حاجه فايل سوري فايل اسمه فايل، وعندك ديسكتوب ودوكيومنتس وداونلودز اند سو اون. كل حاجه من دول بتبدا بكابيتال لتر زي ما انت شايف، خد بالك من الموضوع ده مهم. فاقول له سي دي مسافه ديسك ومش عارف اكمل الباقي، فهقول له نجمه واقول له انتر، دخل لي على ديسك توب. يبقى بدانا ايه، بدانا ننفذ الشغل بتاعنا بقى، الحاجات الحركات اللي احنا خدناها اللي هي الاسترسك معناها ايه وكلام من ده، اللي هي زيرو او مور كاركترز. فانا قلت له ديسك، مفيش حاجه تانية بدأ بديسك من دول، فرحت ايه دايس نجمه، فقال لي ديسك توب، كمل لي هو الكلمه. طيب لو اقول له ال اس ايه اللي جواها، فقال لي هنا في ملف اسمه 1 وملف اسمه 2 2.txt، وفي اللي هم موجودين بره اللي انت شايفهم على الديسك توب بره، وفي عندك كوكو واوا، وكوكو واوا اللي هو الدول التمب فايل مش مشكله، ام 1 و2 و3 و4 وهكذا. وعملنا عمليات على الموضوع ده. طيب ايه رايك، ايه رايك ان احنا هنقول له ايه تاتش، بنراجع كل ده على فكره، تاتش ام سي كيو، خد بالك ام سي كيو. يبقى انا كريت فايل اسمه ايه ام سي كيو، وظهر ايه تحت، ماشي؟ ظهر معايا تحت. اوكي خد بالك ان في ام بي كيو وام بي كيو ار وفي ام سي ايه ام سي كيو. لو جيت انا قلت له هنا ار ام، اختصار كلمه ريموف دايركتوري، تمام؟ وهقول له هنا ايه بقى، ها ام، ماشي، اللي هو اسم من اسم الفايل، وهنفتح قوس ونقول جواه ها الليتر بي دوت مثلا، هنقول ايه ام ان او بي، هقول اي حرف، اي حرف من قبل او مثلا وكيو، يبقى يقع ما بين الاو والايه والكيو. خد بالك ان انت هنا في باش ودول سمول سمول ليترز، اوكي. طيب وكمان الحرف الثاني بقى، خد بالك هنا هقول له الحرف الثاني يقع، خد بالك يقع ما بين ايه، ما بين ال وليكن ما بين هو الحرف الثاني اللي هو الثالث اللي هو دوت، يعني اللي هو اللي فيه كيو دوت، يقع ما بين ايه مثلا، برضه هقول له مثلا الاو مثلا والار، ماشي؟ اوكي خد بالك هيمسح مين في دول؟ مسح مين؟ لو قلنا له ال اس
في حاجة فضلت وفي حاجة اتمسحت. تعليقات يا جماعة، ايه اللي اتمسح وايه اللي فضل وليه؟ في حاجة هنا حصلت، مين اللي راح ومين اللي بقي واللي بقى اتبقى ليه؟ انا سؤالي هنا بقول، هو لو جينا بصينا هو مسح ام بي كيو بس زي ما كتب عاصم. عاصم قال مسح كذا، لا مش هنحدد له حرف التاني في كيو، لا عشان في حرف بعد كده انا معرفوش اهو، رابع. طب والرابع يبقى ايه؟ فكان المفروض المثال يتكتب كده كده. فكان ساعتها هيمسح الام بي كيو والام بي كيو ار. مش مصدق مثلا، تعالى ايه نعملها تاني، هقول له تاتش، ما انا عايز الناس بس تصحى معايا. تاتش ها ام بي كيو ماشي، وام بي كيو ار وانتر، هيكريت لك الفايلين تاني اهم، حط رماهم فوق بعض اهم، ام بي كيو اهو وام بي كيو ار. تعال نجيب الامر ده، انتر، مسح الاثنين. ليه مسح الاثنين؟ لو ما حطيتش انا الاسترسك كان مسح الاولاني ام بي كيو بس، لكن هنا مسح لي ام بي كيو ار عشان قلت له والحرف اللي الحروف اللي بعد كده ما اعرفش عددهم قد ايه وهم مين ما يهمنيش. وصلت يا رجاله؟ اللي فيهم يكتب واحد، واللي قايل انا تهت ده لو مش فاهم يكتب. ها مين اللي كان قايل؟ مصطفى ولا مين؟ الاو فين؟ انهي او؟ انت ما حضرتش المحاضرة اللي فاتت ولا ذاكرت طبعا، واضح كده اهو. لا انت كنافة ما ذاكرتش، لاني قلت له الحرف يقع ما بين الاو كيو والحرف الثاني اللي بعد الام. انا هنا بقول له ايه، يا ريت تقفل المايك بس عشان الصوت. هنا بقول له الفايل بيبدأ بحرف الام، تاني ما حرف ما بيقع ما بين الاو كيو، ممكن يبقى او او بي او ام ان او بي ها كيو ماشي، او من او لحد ار اللي هو الحرف الثالث اللي بعده اللي هو ده. ما دلوقتي هم دول حرفين، ام 5 وام 6 دول حرفين بس. طب ام سي كيو، فقال لي هل السي دي بتقع ما بين الاو كيو؟ لا غلط طبعا، ما بتقعش. طب ام بي كيو ار؟ اه بتقع، فلغاهم لي. بس هو في مشكله هنا، انا حطيت له النجمه دي عشان لو في حروف زياده زي الام بي كيو ار. انا تعال نقول له هنا ايه اللي اس والدنيا هتتفهم دلوقتي. هل في ام بي كيو او ام بي كيو ار؟ مفيش. ليه؟ لان مسحتهم. لو جيت قلت له تاني تاتش اهو ام بي كيو وام بي كيو ار اهو اتوجدوا، وجيت اهو اتوجدوا في الشمال اهم عندك، واقول له ال اس اهو اتوجدوا تاني موجودين خلاص. طيب حاجه اقول له لا ده انا ايه، انا عايز اقول له دلت اهو. فبقول له ايه بقى؟ امسح لي ها الفايل اللي بيبدا بحرف الام. ماشي، ما هو كتير كل دول بيبدا بحرف الام، بس الحرف الثاني في المكان اللي في البراك اللي بين براكتس الاولانيه دي، معناها الحرف الثاني يقع ما بين الاو الاو والكيو. الحرف الثاني ما بين الاو والكيو اللي هو البي، اللي هو ده واللي هو ده. جميل قوي، يعني ده وده الاثنين دول ينطبق عليهم نفس الكلام. طيب والحرف اللي بعده يقع ما بين الاو والار اللي هو حرف مكان حرف الثالث اللي هو كيو دوت. هنا ده يقع ما بين الاو والار، فعلا يقع ما بين الاو والار. تمام، ممكن اقول له او كيو برضو نفس الكلام. طيب لو دوست انتر انا هيمسح لي ده، مش هيمسح لي اللي فوق. ليه؟ لاني ما جبتش سيره الحرف الرابع، ما قلتلوش ان في حرف رابع بعد كده، فهو هيمسح لي ده بس. لكن لو قلت له نجمه هنا معناها بقى ايه؟
ما تشغليش مخي، سوري براكتس اهو، ما تشغليش ايه مخي، حرفين تلاتة اربعة عشرة بعد كده مش مهم، ما انت ممكن تكون عامل ار اف جي مش عارف كذا كذا، ادوس انتر. كل سنة وحضرتك ايه طيب يا معلم. راحت، فهمت حاجة يا حاج مصطفى ولا لسه؟ معين عايز دعوة؟ بعت المعين دعوة. هتاخد المحاضرات الأولى يا حبيبي ما تقلقش، هديها لك بعد المحاضرة، هدي لك كل اللينكات اللي هتريحك ما تخافش، أنت بس إيه اتفرج على الدنيا، أنا عارف إن أنت لايص معانا مش فاهم حاجة، ركز بس معانا اتفرج، وبعدين أنا هدي لك بقية أول المحاضرات من الأول وأفهمك تعمل إيه إن شاء الرحمن. معين بعت له دعاوي يا حبيبي. هو نحن نقدر نتأخر؟ ازاي ما وصلتلوش يعني؟ كل دي دعوات راحت للناس يعني. عادي معين بعت له 50 دعوة كمان، ده معين حبيبنا يعني. هنقدر؟ بعت له ده يقول له شوف يلا. طيب فله كده تمام. يبقى انا هنا حددت ايه اللي يتشال وايه اللي ما يتشالش. اتفقنا في الباش وكانت في اخر الفيديو اللي فات وحته ولحمناها، ان انا هنا هقول له ايه لما اقول له تاتش ام بي كيو ار ديت، هقول له لا ده ايه، بص خد بالك هعمل بي كابيتال وكيو كابيتال اهو رخامه بقى ماشي، وهنا هعمل له ايه بي كابيتال وكيو كابيتال والار كابيتال وادوس انتر. كده عمل لي ملفين فيهم لترز كابيتال. لو انا جيت قلت له ديليت ار ام ديت هنا اهو في الشل ده اهو هيدلتهم او دلتهم زي ما حضرتك شايف، على الرغم ان انا قايل له سمول ليترز في الباش قال لي مفيش مشكله، لكن حضرتك لو كنا في السي اس اتش ما كانش رضي، كان قال لي مفيش حاجه بالاسم ده، لان راجل بريسايز عايز كابيتال ولا سمول، هو ده اللي هيفرق. طيب تعالى هنا نرجع لموضوع الريجكس اللي احنا كنا بنتكلم عليه. انا اوريدي ممكن اعمل تاتش لفايل مثلا واسميه كيو، او بمناسبه وجود معين نسميه معين، واخد بالك انت، ودوس ايه انتر. يبقى احنا كريتنا فايل سميناه معين، الحمد لله على السلامه يا حاج معين. يا ريت تقفل المايك، يا ريت تقفل المايك. هفتح الفايل اللي اسمه معين ده، هكتب فيه شويه حاجات يا ريت الناس تشوفها، بس زي مثلا ايه كم ويل كم كمر اللي هو الاتي او القادم يعني، كوميونيكيت في دبل ام هنا المفروض، كاميرا وير دو يو come from، جاي منين؟ ماشي؟ I come، أنا باجي، مش هقول أنا جيت في الماضي، لأ خليها إيه؟ أو I have، ما كم كيم كم، طيب I have come، أنا جيت خلاص. يبقى هنا حضرتك أنا كتبت داتا صح؟ صح. فايل معايا كتبت إيه؟ كتبت داتا. هنا هستخدم حاجة اسمها ريجكس،
هدور على حاجه جوه الملف ده، هدور على حاجه جوه الملف ده، بعديها هنبدا ناخد عمليه الفايند سيرش، زي سيرش في على فايل او على امر او وات ايفر يعني، او على فولدر حتى. فانا كتبت داتا معينه زي ما حضراتكم شايفين، واقول له فايل اند سيف، وخلاص الدنيا ايه خلصت. انا كنت ممكن نشتغلها ببرنامج اسمه فيم، بس الفيم اوريدي ده له شرح لوحده وله شغل عالي جدا 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 جدا، فخلينا من الفيم دلوقتي. خلينا انا فتحت فايل، عملت تاتش وفتحته بالتكست اديتور وظبطت الدنيا. ماشي ماشي. فاقول له هنا ايه، انا على الديسك توب اهو يعني قدامه، اقول له ايه جريب، ما كتبتش، اقول له جريب، روح هات لي منين، هعمل سنجل كوت واحط جواها هنا، اقول مثلا كم، اي سطر فيه كم هاتهولي. بس خلي بالك انا هنا، هل في حاجه ما فيهاش كم؟ كلهم فيهم كم. طيب فاقول له ايه هالو كول، اي حاجه، بابا، اي حاجه، ماشي، بحيث ان يبقى في حاجات ما مش ما فيهاش. طيب هات لي اي حاجه بتحتوي على كل على مقطع كم في اي حته، في النص، في الاخر، في الاول، في اي مكان، في السطور عندي، من الملف اللي اسمه، ها خلي بالك انا عامل معين كابيتال، معين كابيتال لتر، اوكي. فقال لي في السطر، في سطر منهم في الاول، يعني في الاول هو عندي في كم، في ويلكم، وفي كامر، وفي وير دو يو كم فروم، واي هاف كم. طبعا هو مش هم دول كل موجودين في الفايل، في حاجات تانية، في هالو بابا والحوار ده، بس هو هنا انا بتعلم ازاي اجيب ايه حاجه منه. طيب بعد يقول لي طب انا محتاج الكلام ده في ايه، طب انا لو معايا تكست اديتور مثلا محترم عندي فيه سيرش في الكلام ده كله، انا اقول لك صحيح، بس هو هنا دي مهارات هتتعلمها عشان هتستخدمها قدام في حاجات تانية خالص، يعني مش هو ده اللي احنا عايزينه. طيب عايز اقول له هات لي حاجه بتبدا بكم، فاقول له جريب، خلي بالك بتبدا بكم، اسيب مسافه كولن، فاكرين العلامه دي اللي كانت نوت انكلودد اللي خدناها المحاضره اللي فاتت، هنا بقى معناها تبدا بي، بجن وذ، الكلمه دي معناها بجن وذ، العلامه دي معناها بجن وذ، بيبدا بي، ماشي، كم، ماشي، او سي او ام، بس مش لازم كم على بعضها، سي او ام، واقول له ايه عشان حتى لو في كلمه تانية انا كتبتها زي كامريد او كوميونيكيشن يجيبها لي، خلاص. طيب بيبدا بكلمه ايه كم من الملف ايه اللي انا هحدده اللي هو معين. فقال لي كم وكمر وكوميونيكيت، كم وكمر وكوميونيكيت، دول ايه اللي بداوا معايا. طب انا من شويه كنت دورت على كم وخلاص في اي حته، لكن هنا لا، ده مش كم بقى، ده سي او ام بس، فجاب لي كوميونيكيت وكمر وكم. طب عايز ان انا كلمه بتنتهي بكلمه ايه، بالسي او ام ديت او كم على بعضها، اجيبها ازاي دي اهو، هجيبها بقى ايه بالاس دولار ساين، بدل علامه العلامه ديت هعملها بالاس دولار ساين، هقول له ايه كم، وفي الاخر اقول له ايه من معين. فمفيش، الراجل رد لي رد مفيش. طب ليه مفيش؟ المفروض في ويلكم، انا ذكي صحيح بصراحه، الاس دولار ساين احطها في الايه، في الخانه الاخيره، مش قبلها، ذكي انا، المفروض انا احطها هنا مش هنا، الاس دولار ساين. قال لي ففي كلمة كم، في كلمة كم بس، وفي ويلكم واي هاف كم، دي ايه موجود في فايلز، في سوري فايل واحد للكلاسز بتاعت
الريجكس ان احنا هنبدا نكتب اوامر مثلا نيوميريك والفا نيوميريك ولور كيس وابر كيس لو انا عايز اسيرش مثلا في حاجه زي كده. هديك مثلا مثال، هديلك مثلا مثال لو حاجه فيها ارقام، تعالى مثلا نزود ايه حاجات هنا، يعني سي مثلا تعالى نزود هنا ايه، اقول له مثلا ايه 5 هالو بيبي مثلا، او سي مي مثلا شوفني، سيل ات 4 7 باونز، باعها ب 7 جنيه. فحرف فلت فالسبعه هنا او السفن هنا موجوده فين؟ موجوده في النص رقم، وفي رقم هناك فين؟ في الاول. هاجي اقول له هنا، انا هنا ايه اقول له ايه؟ هقول له جريب الاول، هقول له سيف الاول، سيف، هقول له الحاجه جريب بتاعتنا ماشي، وهقول له بتبدا بي، لو انا عايز مثلا حاجه بتبدا بالرقم اقول له بتبدا بي، بس هفتح قوسين هكتب جواها من كام براحتك انت بقى، من 0 ل 9، من اي رقم براحتك، من 0 ل 9 تمام، بيبدا برقم زي كده واقول له ايه سنجل كود. فين في الملف اللي اسمه ايه معين؟ هل ده في سطر اللي هو اسمه سيمي؟ طيب فرضا قال لي لا ده انا مش بتبدا بيه، ده فيها حروف فيها ارقام يعني، طب خلاص ما بتبداش بيه اهي. فقال لي 5 وفي السطر اللي فيه سيل ات 4 7 باونز، واخد بالك؟ طيب بتنتهي برقم، احط الايه ليس دولار ساين فين؟ بره هنا تمام. زي مثلا ايه نفتح عند مين هنا ونقول له اي هبل 9 مثلا، موضوع غاية في البساطة بس محتاج مننا ايه شوية تركيز. طيب اقول له هنا كلير ونضف لي يا حاج، نضف لي الدنيا خالص. انا سي هنا عايز اعمل سيرش، عايز اعمل سيرش، عايز اعمل فايند، ادور على يعني سيرشنج على على مكان. خد بالك بقى الحته اللي جايه دي تشبه الويندوز تماما يعني. طب خلينا منها شويه. انت هنا دلوقتي لما تعوز تعمل سيرش، يتعمل سيرشنج على كوماند على امر، او هتعمل سيرش على فايل او فولدر، على فايل او فولدر. طب لو جينا اتكلمنا عن الكوماند مثلا، فعندك وات از وير از، دول بيخلصوا لك الدور. يعني يعني لو قلت له وات از بس على بعضها، واتس على طول، وات از مثلا ايه، اديني امر تاتش، ايه تاتش ده؟ فقال لي تاتش بيعمل حاجتين، بيعمل changing time stamp، وقلنا قبل كده ان انت لو كتبت فايل وسميته مثلا m3، يعني لو قلت له دلوقتي touch m3 وانتر، كانه دخل فتح m3، لكن هو ما كانتش واحد تاني يشال ده في الويندوز، بيعكس بيشيله ويحط ده مكانه، لا هنا ما بيعملش كده. فهنا كانك فتحت الفايل ده في الايه؟ في الوقت ده بالظبط. يعني قلت له ls ls داش l في الـ m3 هنا اهو، اتدخل عليه امتى؟ يوم 20، يوم ايه؟ سوري الساعة 7:30. تمام؟ طيب
48 انا مش مركز. اه سوري 20 انا بركز، بحاول اركز، مش جايب. بص انا ديسمبر الواحد دماغه مش معاه والله يا جماعه. ديسمبر اليوم السابع من ديسمبر اللي هو النهارده الساعه 8:44 دقيقه دلوقتي حالا. دلوقتي ايه؟ دلوقتي حالا. ده التايم ستامب بتاعه. طيب لو جينا هنا قلت له ايه؟ كلير. جينا هنا قلت له كلير خلاص، فعرفنا ان التاتش ما غيرش حاجه، هو جاست ان هو كانك فتحت الفايل. طيب لا انا اقول له لا ده معلش يا عم الحاج مش تاتش ام 3 واتس تاتش. فالحاله الاولى اللي هو بيقول لك تايم ستامب بتاعه ايه او اتفتح امتى، يعني غيرت كاني فتحته. هنا تشينج فايل اكسس اند موديفيكيشن تايمز برضه بقدر اعدل بيه على ايه الاكسس للدخول للفايل وامتى حصل موديفيكيشن فيه. اي امر تقدر تعمله كده. طب فرضا انا عايز اعرف الامر ده بيقع فين. فاكرين احنا البن والاس بن، الاس بن بتاعت ملفات الادمنستريتور والبن بتاعت الايه بتاعت الايه اليوزرز. فقول له وير از وليكن ايه تاتش. تاتش ده موجود فين؟ بقول ده موجود في البن يا حاج، موجود في البن على تاتش على فولدر اسمه تاتش. سوري يعني هو موجود على تاتش او موجود في البن على طول مش على فولدر، هو تاتش مش فولدر ملف. وموجود منه يوزر على على فولدر اللي اسمه يوزر اللي هو اللي بره على الـ على الـ على الـ على الروت، على شير، على مان، على مان هيلب، على تاتش دوت بي اي ال بي دوت جي زد. وموجود برضو في المكان التاني اللي اسمه يوزر على شير على كذا على كذا، يعني موجود في ثلاث اماكن هذا الفايل. بس ده الكلام ده في الكومنتس، لكن انا بدور على 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 فايل معين مش كده. في امر اسمه لوكيت وفي امر تاني اسمه فايند اكثر تقدم من لوكيت، بس لوكيت فيه له مميزات تانية تعال نشوفها. لو هنا انا قلت له لوكيت تمام احسب له مسافه، هقول له ام كوكو واوا، هقول له كوكو واوا ادوس انتر. فقال لي ان في كوكو واوا موجود في التراش واخد بالك، وفي كوكو واوا موجود على الديسك توب، وحتى في ايه التمب فايل اللي انت اوريدي كنت شغال فيه. فموجود فين في الديسك توب؟ طيب لو قلت له فاين لوكيت تاتش، شوف هنا هيقول لك ده موجود في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه، في كل دي كل الاماكن اللي بتلاقي فيها التاتش او كلمه تاتش، مش لازم الامر، اي حاجه فيها تاتش زي التاتش سكرين مثلا. يبقى انت لو في فايل موجود في اي حته هتقول له فايند هيروح ايه سوري اقول له اقول له لوكيت هيروح يجيبه لي في اي مكان بقى، هيقول لك ده هنا وهنا وهنا وهنا. في نقطه مهمه جدا، لو انا كريت فايل جديد دلوقتي، لو انا كريت فايل جديد اقول له هنا تاتش مثلا اوكي، اقول له هنا تاتش سوسو مثلا، عملت لي فايل اسمه صوص وكتبت فيه داتا وكتبت كمان فيه داتا خلاص سيف، هاجي اقول له هنا خد بالك لوكيت صوصه، خد بالك ان انا حتى جوه الفولدر كمان يعني تمام، فما طلعليش حاجه بلعها وسكت. اقول له يا عم فين صوص؟ مفيش. ليه؟ لان هو ما عملش كاشنج في سيرفيس بتخليه يعمل كاشنج، ما عملش. واحد يقول لي مش فاهم حاجه اقول له طب تعالى بقى ايه سيبك من من اللينوكس خالص، تعالى اوريها لك في الويندوز. لو جيت هنا في سورسز ماشي شايف ايه هنا؟ ده فولدر سوري ده درايف جميل. انا مثلا عايز كلمه اهمد مثلا، لما عملت سيرش في الويندوز جاب لي احمد عوف واحد احمد مش عارف كذا كذا، احمد الازهري مش عارف فلان، احمد حسين، دول اسماء ناس معايا بياخدوا كورسات. فجايب لي
اذا كان احمد في الاول في الاخر مش مهم، بس جايبها لي. طيب في حاجه اسمها اندكسنج في الويندوز، هنا في حاجه اسمها اندكسنج زي برضو بتاع اللوكيت بتاع الايه بتاع لينوكس. الاندكسنج هيفتح لي الفايل ويشوف لي جواه ايه. يعني اذا احمد دي هيجيبها لي فايل زي ما كان زي ما انت شايف كده، وبعدين هيقول لي جوه الملف ده في كلمه اسمها احمد. يعني فرضا انا عايز اعمل سيرش على 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 حاجه اسمها احمد موجوده بقى جوه فايل، يعني اسمه موجود جوه ملف، هو الملف باسمه مش مهم. فهيجيب لي بقى يا ريس ايه احمد ده لما ادور يجيبها. طب واحد يقول لي طب ما هو فين الكلام ده مش موجود، اقول له يا فندم هتفتح الكونتور البانل عند مايكروسوفت وايه وتشوف موضوع الاندكسنج. فين الاندك اهو اندكسنج اوبشن اهو تمام، قول له ادفانسد او موديفاي وات ايفر، سيلكت نيو وخد لي مثلا الدرايف الاخير ده، اقول له اوكي خلص ماشي. ممكن اقول له ريبيلد الاندكس، شيل القديم وحط لي على جديد مفيش مشكله، اقول له ادفانسد خلاص اوكي. اندكس انكريبتد فايلز كمان ماشي هاتهم لي، حتى الانكريبتد ماشي مع ان ده غلط عشان سكيورتي، وتريت سيميلر ووردز وذ ايه دايركت از ديفرنت ووردز ماشي كلمات مختلفه بلاش اوكي. قول له اوكي قول له كلوز. الاندكسنج هيشتغل وانس ان انا عاوز اعمل سيرش على فايل عندي في الدرايف الاخير بتاعي ده، في لحظه هيطلعه في لحظه هيطلعه لي. ليه؟ لان هو حاطه في داتابيز عنده. ومش بس كده، ده لو انا طلبت حاجه اسم حاجه او حاجه مكتوبه جوه الملف هيجيب لك الملف رغم ان مش اسم الملف الحاجه اللي انا عايزها، زي احمد مثلا مع الملف مش اسمه احمد لكن جواه في كلمه احمد، ذكر اسم احمد هيجيب لي احمد كان عربي او يعني كتبته بالانجلش طلع لي بالانجلش، كتبته عربي طلع لي بالعربي. دي الفكره موجوده في الويندوز، نفس الكلام في اللينوكس. انا دلوقتي بقول له لوكيت سوسو، هل هو عمل سيفنج لسوسو في الكاش عنده في الاندكس عنده؟ لا ما حطهاش لسه شويه، الداتابيز بتاعته ما عادش فيها الكلام ده. طب ايه الحل؟ هو انا داخل بصقر ولا داخل بمين؟ بادمنستريتور؟ لا مش بادمنستريتور. طب جيت تعالى اقول له ابديت ابديت ماشي دي بي، اختصار كلمه ابديت داتابيز وانتر، هيقول لك ايه؟ كانت اوبن اتمبرري فايل كذا 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 كذا. ليه؟ لان انت بطيخه. اقول له ايه؟ اس يو احد و اس دي 1 2 3 ات ات. انت بطيخه ليه؟ انت يوزر عادي. طيب يا عم اقول له ايه؟ اب انا دخلت بروت اهو ابديت دي بي ابديت الداتا بيز، تاخد لها كام ثانيه كده او دقيقه وات ايفر وان شاء الله ايه تخلص. ساعتها اجي اقول له لوكيت سوسو يقول لك ده موجود على الديسك توب. خلاص ابديتد. هنا هقول له ايه؟ لوكيت ماشي سوسو، قال لي موجود اهو على ايه؟ على الديسك توب جامد. يبقى هنا عيب الموضوع ده ان هو ايه؟ ما جابش الحاجه الا لما انت قلت له اعمل ابديت. بس خدت بالك الموضوع الابديت كلام ايه؟ كلام فاضي. في سيرفيس مسؤول عن هذا الكلام هنتكلم عليها بعد كده اسمها اناكرون اسف. الديمون دي هنشوفها ونتعامل معاها، ليها شغل تاني كتير بتعمله من ضمن الحاجات انها بتعمل ابديت للايه؟ للداتا بيز بتاعت الاندكس. امر تاني اللي اسمه فايند. فايند ده مش مهم بقى يكون فيه اندكس ولا مفيش اندكس. الموضوع مش متعلق بان فيه اندكس ولا مفيش اندكس. يعني سي انا كاريت اقول له هنا تاتش مثلا، خد بالك اقول له هنا تاتش مثلا بابا وسكت خلاص عمل لي فولدر سماه ايه؟ سماه بابا. بس خد بالك عمله مين عشان الناس تكون واخده بالها؟ ها
عملوا بتاع الروت، فاكرين الاونر مين؟ الروت. خلي بالكم في امتحان المحاضره الجايه ان شاء الله بالنسبه للناس القديمه، في اختبار ليها المره الجايه ان شاء الرحمن، ناخد ربع ساعه كده من المحاضره نعمل اختبار، واللي مش هيكون مذاكر هيتنفخ باذن الرحمن، هتعلق من رجليه. لو خدت بالكم ان انا هنا بالروت عملت ايه؟ عملت فولدر فايل اسمه بابا، مفيش مشكله، عملت بابا ماما ابو سعد ابو سيد مفيش مشكله، اقول له فايند طبعا انا قلت له فايند وسكت، فهنا عمل لي ايه؟ جاب لي كل حاجه زي ما حضراتكم شايفين، حتى الهيدن جاب لي كل ايه؟ حاجه موجوده حتى الهيدن، شفت فايند وسكت ودوست انتر فجاب لي كل حاجه، زي هنا في الويندوز لما بقول له سيرش بيجيب لي ايه؟ سيرش، هنا هيجيب لي كل حاجه اهو، جاست ان انا هقول له سيرش بس ما اخترتش حاجه يا عم اخلص، قلت له استريسك سوري اسف، فجاب لي كل حاجه خلاص الراجل، ما قلتوش سيرش بس سوري اسف، كنت لازم اكتب له اي قيمه ماشي استريسك. نفس الكلام هنا قلت له فايند، فالراجل ودوست انتر جاب لي كل حاجه موجوده فين؟ في الديسك توب، لو تاخد بالك كل حاجه على الديسك ايه؟ طب حتى الهيدن. يبقى فايند هنا عيبه ان هو بيعمل سيرش في المكان اللي انت تحدده له او اللي انت واقف عليه، التاني لوكيت في اي حته في الجهاز، تمام؟ طب انت فايند عايز تجيب كل حاجه وانا الروت، فلما اقول له طب ما ممكن اقول له ايه؟ فايند ايه؟ هات لي منين؟ هات لي من على الروت بقى، من الروت هات لي ما من الروت وما تحت الروت، ربنا يديك الصحة والايه والعمر، كنترول سي يا حاج. ليه؟ لأن هيجيب كل حاجة في أي حاجة، يبقى أنت حددت المسار اللي أنت عايز تشتغل إيه من خلاله. طيب هنا نيست فايند إن أنت ممكن أقول له إيه؟ ممكن أقول له فايل نيم، يعني هات لي ملف بالاسم كذا، هات لي الملفات اللي مساحتها قد كذا أو الأقل من كذا أو اللي أكتر من كذا، هات لي الملفات اللي مكتوبة إمتى؟ محطوطة إمتى؟ هات لي الملفات اللي نوعياتها كذا، معايا يا رجالة؟ يعني هنا ممكن أحدد أنا عاوز إيه؟ أنا عاوز إيه؟ هات لي الملفات اللي فيها برميشن بشكل معين، تخيل؟ ده طلع كبير بقى، ماشي؟ أهو فاين. ده امر فايند تمام، ودي الاوبشنز اللي جايه ايه اللي جايه معانا، فايند سيرش فور فايلز ان ذا ان ا دايركتوري هيراركي. طيب لا مش محتاج ابديت، كل دي بارامترز بتشتغل معاها. طيب اكبر منه واصغر من فايند لوحده يتعمل ايه؟ يتعمل فيه كتاب صغير. طيب يا عم اخلص بقى، هناخد مثال على موضوع الفايند دوت دلوقتي حالا. تعال ناخد مثال بسيط الاول وبعدين بعد كده ايه نلعب شويه مع بعض. تعال التيرمينال مثلا اقول له فايند مسافه، اقول له ايه داش نيم، نيم للفايل اسم الفايل، هقول له ايه كوكو واو طبعا انا يوزر عادي صحيح اس يو اس دي واحد فايند داش نيم، انا بقول له هاتوا لي من اي حته ماشي كوكو واو، شوف لي البرنس ده فين وهاته لي.
زي ما انت شايف بطيء نسبيا، لكن اقول له افتح لي تيرمينال تانية. هنا هنا هو دور شوية هو الراجل وقال لي ايه، قال لي موجود على الديسكتوب، موجود على ديسكتوب ولا زال بايه بيعمل سيرش. هنا انا اقول له، هنا انا في الهوم بتاعي، انا في الهوم بتاعي هقول له فايند مسافة داش نيم كوكو واوا، على طول ايه جابهولي. ليه؟ لاني انا بعمل سيرش جوه الهوم بتاعي، وده موجود جوه الهوم بتاعي والفايل بتاعي جوه فولدر بتاعي، فجبت على طول بسرعة. ليه؟ لان هو ما دورش في حتة تانية. هنا لما قلت له في الشمال، هنا لما جيت قلت له، هنا لما جيت قلت له العلامة دي معناها هتهولي من على الروت، دور لي عليه في اي حتة انا ما اعرفش فين الروت اللي انا عملتها دي، دور لي هتهولي بقى، شوفوا لي بقى يا ريس، شوفوا لي، واخد بالك؟ انا ممكن اقول له مثلا، اقول له فاين ماشي، وبرده هتهولي من الـ من الـ من الـ من الروت طبعا، من اي حته عندك في الروت، اقول له داش ها سايز، مساحته، مساحته قد ايه؟ ها 5 ميجا او 10 ميجا، 10 ميجا اللي راحك. تمام. طب لو قلت له 10 ام، حلو قوي. طب ما انا ممكن اقول له كمان، لا ده بلس، يا ريت نقفل المايك يا بكر، بلس 10 ميجا، يا ريت نقفل المايك، اكتر من 10 ميجا. اقول له ماينس، يبقى ماينس 10 ميجا يبقى اقل من 10 ميجا، 10 ام طبعا هنا يعني. اقل من 10 ميجا الفايل، اقل من ميجا، خلاص. اقول له لا ده كمان انا ما تدورليش بكده، ده اقول له بيرم، اختصار لكلمه بيرميشن، واقول له ايه وليكن 7 2 3 او 7 7 7 7 4 مش عارف كام، 7 5 7 زي ما يكون بقى. شوف انت اللي ايه البرميشن يعني، يعني هات لي، هات لي ملفات ان البرميشن بتاعتها ايه متاحه للكل. بص كل دي ملفات متاحه للكل، كل دي ملفات متاحه للكل. طب هقول له لا بلاش ايه، بلاش في يعني، خليني في الفولدر ده بس، مفيش حاجة متاحة للكل. مفيش حاجة سبعة ماشي. طيب احنا ممكن ندي فايل من دول سبعة، السبعة بتوع الثلاث سبعات، ونعمل سيرش هنلاقيه. ممكن ابحث بالتايب يعني، فايند بدل بيرميشن هقول له ايه تايب. طيب نوع الملف ايه؟ فاكرين بلوك، البلوك فايل والكلام ده بتاعت الهارد ديسك. يا ريت الناس ترجع تراجع بقى يا رجاله حبايبي الحلوين اللي معانا. طيب نوقف التسجيل هنا، نبدأ نسأل الناس، ننفخهم شويه. صباح النفخ يا رجاله، المعنى السبع سبعات لها معنى؟ قول له انت مصطفى عباس يعني ايه، يعني ايه الثلاث سبعات؟ ما تقولوش بتاعت الجيش الثلاث سبعات دي، ولا بتاعت الشرطه.